في الرابع والعشرين من فبراير من العام 2000 ضرب الحسيمة ونواحيها زلزال خلف دمارا وضحايا. كثيرون من سكان المناطق المتضررة صاروا يؤرخون لمراحل في حياتهم بما قبل الزلزال وما بعده. ما بعد الزلزال، بعد ان انتظمت المساعدات واخذت عملية اعادة البناء طريقها، وجوه جديدة ظهرت في المدينة غير تلك الوجوه المألوفة. كثيرون هم الذين جاءوا من مدن اخرى ومن مهاجرهم في اوروبا لتفقد احوال البيوت والاهل، ووجوه جديدة صارت تؤثث المشهد في مدينة تنهض من حطامها. في حي المنزه لم يكن احد يعرف ميمون بن عابد، الرجل الذي يقول انه فقد القدرة على الحركة بسبب انهيار منزل كان يسكنه في امزور، ولكن جيرانه في الحي سرعان ما لاحظوا انه لم يكن يتقن الريفية، ولذلك حرص اغلبهم على التعامل معه بشيء من الحيطة والحذر دون ان يرقى ذلك الى مستوى القطيعة. الذين تعاملوا معه علموا منه انه فقد زوجته في الزلزال وانهما لم ينجبا ولدا ولا بنتا. بالنسبة اليهم فان الرجل الذي قال انه كان يعمل في البناء يقبل على حياة جديدة، حياة الاعاقة بكل ما تعنيه وحياة الترمل بما قد تعنيه. ذلك هو ميمون بن عابد في عين جيرانه في حي المنزه. المنزل الذي يسكنه والذي لا يبعد كثيرا عن ساحة افريقيا يعود الى قريب له يقيم في المانيا. قال لبعض من حملهم فضولهم على السؤال ان البيت لصهر اخ له. كان الجيران يرقون لحاله، ولذلك كثيرا ما طرق بابه وكثيرا ما فتح ليجد فتاة او شابا او طفلا او مسنا يحمل اليه طعاما. مع مرور الوقت صار ميمون من تلك الوجوه الجديدة التي بدأ الناس يألفونها في حي المنزه. الرجل لم يعد يستطيع العمل بعد ان فقد قدرته على المشي، ولذلك بدا جيرانه حريصين على ان لا ينتهي به الحال متسولا في الشارع او يطوف في الاسواق. كان تهام المحند مقاولا معروفا في الحسيمة تتولى مقاولته ترميم واعادة بناء عدة منازل انهارت بفعل الزلزال او تضررت. وكانت للرجل علاقات متشعبة عبر اقليم الحسيمة، ولانه كان يسكن الزنقة نفسها التي يسكنها ميمون بن عابد، ولانه سمع منه انه كان يسكن في امزورن، فقد استقصى اخباره لدى معارفه في تلك المدينة التي لا تبعد عن الحسيمة سوى بنحو 18 كيلومترا. وقد فوجئ بان الرجل غير معروف هناك. قال له احدهم ان ميمون بن عابد مات منذ سنوات وانه كان يعمل في هولندا. خلص تهامي الى ان الامر قد يكون تشابها في الاسماء ولم يرغب في النبش اعمق. كان ميمون الذي يبدو من مظهره انه كان قوي البنية حين يكون الجو مناسبا يغادر المنزل ويوسع مجال تحركه الى خارج الحي. الكرسي الكهربائي المتحرك الذي يستعمله يجنبه كل جهد. في ايام الصيف كثيرا ما توجه الى شاطئ كيماظو، وكان يعشق تناول السردين المشوي في مطاعم الميناء. ما الذي يمكن ان يثير اهتمام الناس في حياة كتلك التي يحياها ميمون؟ لا شيء في الظاهر. ثم في تلك الفترة كان الناس منشغلين بالمشاكل التي ترتبت عن الزلزال. مر عامان وذات صباح ربيعي فرق رجلان باب المنزل الذي يقيم فيه ميمون. كان يبدو من مظهرهما انهما قدما من خارج المغرب. انتظر نحو ربع ساعة، ولما لم يجب احد هم بالانصراف. بعد بضع خطوات التقي تهامي المقاول. كان عائدا الى منزله وفي يده كيس به خبز وحليب. بادره احدهما بالتحية ثم سأله ان كان يعرف من يسكن في المنزل الذي صبغ بابه بلون رمادي فاتح. لم يكن صعبا تحديد المنزل الذي يعنيانه. قال لهما ان الساكن في ذلك البيت رجل اسمه ميمون بن عابد. بدا على وجهيهما الاستغراب. ظل تهامي ينظر اليهما
قد يكون مترقبا معرفة ما أثار استغرابهما. قال ذاك الذي بدا الأكبر سنا: ولكن ميمون بن عابد توفي منذ عدة أعوام. نعم، إنه توفي في هولندا قبل 5 أعوام. قبل أكثر من 5 أعوام، قال أصغرهما مصوبا: وهل تعرفان ميمون هذا الذي توفي؟ قال كبيرهما: إنه عمنا، كان قد اشترى هذا المنزل منذ نحو 6 أعوام، ولكنه لم يقم فيه سوى 2 يومين، تدهورت حالته الصحية ونقل على عجل إلى هولندا. أضاف الرجل بنبرة فيها أسى وحسرة: لما فقد قدرته على المشي كان ينوي الاستقرار في منزله ذاك. أوحى كلام الرجلين إلى تهام محند بأن ذاك الذي يدعى ميمون قد يكون منتحلا شخصية الراحل ميمون بن عابد، ولكنه تساءل في قرارة نفسه عما إذا كان الرجلان صادقين فيما يزعمانه. قبل أن يتركهما قال لهما إنه يود اللقاء بهما لاحقا. تواعدوا على اللقاء قبيل الزوال في مقهى في شارع طارق بن زياد. كان الرجل وهو يتفق معهما يستحضر ما سمعه من معارف له في إمزور، كان يتساءل: من يكون هذا الذي يدعي أنه ميمون؟ في ذلك المقهى الذي تواعدوا على اللقاء فيه أغلب الزبناء من أهالي البادية المحيطة بالحسيمة يتخذون من المكان محطة للقاء ومكانا للاستراحة قبل العودة إلى قراهم ودواويرهم. كانت قهقهاتهم ومجادلاتهم تعلو المكان، تصير المواضيع الخاصة والخلافات الثنائية وأغلبها حول الأرض والحرث والزرع ملكا لكل رواد المقهى. في زاوية يكاد لا يبلغها ضوء الشارع 4 يلعبون الكارتة لا يبدون كبير اهتمام بما يدور من حولهم. لما ظهر تهامي بباب المقهى لوح له احد الاثنين بيده، التحق بهما في الطاولة، وما ان اقتعد كرسيا حتى وقف النادل. طلب الاثنان قهوة بحليب بينما طلب تهامي كأس شاي بالنعناع. قال وكأنه يواصل حديثا بدأه قبل ثوان: قلت ما لي، إن ميمون بن عابد عمكما، أليس كذلك؟ نعم، قال كبيرهما الذي علم منه تهامي أن اسمه عياد. ثم تدخل الآخر واسمه أحمد: ميمون رحمه الله عمنا، شقيق أبينا، شقيقه الوحيد، لم يترك ولدا ولا بنتا، وقد توفيت زوجته قبل أشهر ونحن وريثاه الوحيدان. كان تهامي يصغي إليهما ثم لاحظ أنهما قالا ما كان يريدانه، إذ ذاك سألهما: ومن أين تنحدر أسرتكما؟ من إمزور. من إمزور؟ نعم نعم، من إمزور. بدا لتهامي أنهما لا يكذبان. قال إنه لما ساورته الشكوك حول هوية المقعد الذي يسكن ذاك المنزل الملاصق لمنزله مضى إلى إمزور مستقصيا خبره، إذ زعم أنه كان يسكن هناك وأنه فقد قدرته على المشي بسبب إصابته في انهيار المنزل الذي كان يسكنه في إمزور في زلزال العام 2000. قال لمخاطبيه إن الناس هناك أبلغوه أن ميمون بن عابد توفي منذ سنوات. أضاف أنه حسب أن الأمر لا يعدو حد تشابه في الأسماء. اتضح للثلاثة أن المسألة مسألة انتحال لهوية واستيلاء على ملك الغير بغير وجه حق. قال عياد وأومأ أحمد برأسه موافقا إنه لا علم لهما بأن عمهما أسكن منزله أحدا. حذرهما تهامي من كل محاولة لاقتحام البيت باستعمال العنف ونصحهما بالالتجاء إلى السلطات. قدم الوثائق التي تثبت حقوقهما، وبعد عدة أيام وبعد أن لم يستجب ذاك الذي يسكن البيت لاستدعاءات الشرطة أمرت النيابة العامة باقتحام المنزل. كان الجيران قد أفادوا بأنهم لم يروا ميمون، هم لا يعلمون له اسما غيره منذ عدة أيام. لما انفتح الباب اكتشفت على الأرض كل تلك الاستدعاءات التي أرسلت إليه. كانت الأرضية مغبرة، في آخر الممر الكرسي الكهربائي المتحرك الذي كان يستعمله، لا شيء يدل على وجود حي في ذاك المنزل. عم الصمت والترقب، لا صوت،
تقدم رجل شرطة إلى الغرفة التي ركن الكرسي الكهربائي ببابها. أنارها لم يكن بها من أحد، كان بها سرير لم يتم توضيبه، وعلى الأرض مرمدة بها عدة أعقاب للسجائر. تم تفتيش الطابق العلوي، كانت كل غرفه فارغة من كل أثاث. عاد رجلا الشرطة إلى تلك الغرفة في الطابق الأرضي، وبينما كان يقلبان الفراش وقعت بطاقة تعريف وطنية كانت بها صورة رجل يسمى ميمون بن عابد. لما نظر إليها عياد قال إن الصورة ليست لعمه. لم يكن هناك من شك، لقد تم تزييف بطاقة التعريف الوطنية تلك. العنوان الذي كتب بها هو عنوان إقامة ميمون بن عابد في هولندا. لم يعثر للرجل على أثر، وعلى بطاقة التعريف الوطنية التي اكتشفت في ذلك المنزل بحي المنزة بصمات. لم تكن هناك صعوبة في قراءتها. صاحبها يدعى عبد العزيز الزرقاتي، من مواليد العام 55-900 بنواحي مكناس. الرجل مبحوث عنه في قضية سرقة باستعمال السلاح الأبيض وقعت قبل 3 أعوام في مكناس. لم يكن مقعدا. بدا للمحققين أن الرجل كان يستعمل الكرسي الكهربائي جلبا لعطف الجيران. مر شهران لما قبض على عبد العزيز الزرقاتي في المحطة الطرقية بتطوان. ما اعترف به يكمل القصة. علاقته بميمون بن عابد تعود إلى عدة سنوات، فقد اشتغل في منزل ميمون في إمزورن واستطاع أن يتقرب منه، وتمكن من أن يعرف بشرائه ذاك المنزل في حي المنزة بالحسيمة. قال إن الرجل كلفه بصباغته، وكذلك حصل على نسخة من المفتاح. في شتاء العام 2003 كان عاطلا عن العمل، عاد إلى مكناس حيث التقى برفاق قدامى أعادوه إلى معاقرة الخمر والسرقة. تورط في عملية سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض. لما قبض على أحد رفاقه دل على اسمه، فر إلى الحسيمة وتذكر منزل ميمون بن عابد. علم في إمزورن أن الرجل توفي منذ بضعة أعوام، وهكذا صار طريقه إلى احتلال البيت سالكا. ولما عثر على الكرسي الكهربائي قرر استعماله حتى ينال عطف الجيران، وهو ما يسره نسجه تلك الحكاية حول انهيار المنزل الذي كان يسكنه في إمزورن ووفاة زوجته. على مدى سنتين ظلت الكذبة متماسكة، ولكن حبل الكذب في كل الأحوال قصير.